خبر محلي جدا الحقيقة، ما كانش ممكن ما نتكلمش عليه، وعمل حالة جدل فظيعة. الناس كلها يعني من أول امبارح، بس امبارح أكتر حاجة البيك بتاع الموضوع على السوشيال ميديا كان على موضوع اسكندرية وكورنيش اسكندرية، والاسكندرانية واللي غير اسكندرانية، والمصريين واللي جوه واللي بره مصر، وحتى المصريين المغتربين كتبوا وقال لك يعني يا حبيبتي يا اسكندرية على فكرة بناء أسوار بطول كورنيش اسكندرية، والمنظر لما تشوفه الحقيقة ما ينفعش خالص غير إنك تحزن على إنه يعني ذكرياتنا كلنا مع كورنيش اسكندرية وجماله، وفكرة إنك تبقى ماشي في أي حتة في اسكندرية شايف البحر على طول. الأسوار دي إيه اللي حصل وليه حصلت ولماذا هذا المشهد وإيه أسبابه؟ وهل فعلا زي ما بيتقال إنه كورنيش اسكندرية كله كده بطوله اتبنى عليه أسوار فأصبحت إلى درجة كبيرة جدا حاجبة للرؤية، رؤية البحر؟ خلونا ناخد هاتفيا سيادة النائب صلاح عيسى عضو مجلس النواب عن الإسكندرية. سيادة النائب أهلا بيك يا فندم. سيادة النائب استاذه منى، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. سيادة النائب، ايه الصور اللي شايفينها بقالنا يومين دي يا فندم، ومعكننا انت معكننا حضرتك علينا لما كلنا كلمني الصراحة؟ المخرج والمعد حضرتك، انا نزلت بنفسي عشان ابص على الحاجات دي. حضرتك بتكلمني قدامه انا تحت الكوبري بتاع مصطفى كامل اللي هو الكنيس. دلوقتي حضرتك تحت الكوبري؟ انا كوبري بالظبط يا فندم، مكان اللي حضرتك امام الاسوار الستات العاليه. طب وانا حضرتك بعت لنا صور او حاجه يا فندم على الواتساب؟ لا يا فندم ما بعتش، انا لما كلمني المعد نزلت حتى اكون حسب رؤيتي، ما اتكلمش كلام مش مظبوط. طيب طبعا حضرتك الكوبري بتاع مصطفى كامل اللي امام القوات المسلحه، كوبري عالي جدا، في ممشى للمواطنين، في حته لجلوس المواطنين، انما هذه المبنى هي عباره عن مباني، عباره عن كافيهات، مباني للكافيهات او درجات. انما حضرتك مش زي ما تقولوا هي يعني اقل من الكوبري، حضرتك حتى المواطن اللي هيعدي هيطلع فوق قبل الكورنيش، انما ما قبل الكوبري. معلش يا سياده النائب لحظه بس عشان اكون سامع حضرتك، المواطن لما يعدي الكوبري ايه؟ حضرتك قلت ايه؟ لما هيقف فوق الكوبري هيشوف الكورنيش يا فندم. تمام. النهارده حضرتك احد منهم فعلا امامي سور، بس هذا سور لمبنى. اي فندم، بس انا طول عمري لما بروح اسكندريه بشوف الكورنيش، بشوف البحر من غير ما اطلع كباري يا فندم، يعني يا فندم دي اسكندريه بالنسبه لنا، انا بشوف معاك البحر يا من فندم، كل دي حته. حته صغيره مش زي ما حضرتك بتقولي بطول البحر كله يا فندم. هو في نوادي من زمان، في نوادي وفي الكافيهات حضرتك، انما الحته اللي بتتحدثي عنها لن تتعدى ال 500 متر او 300 متر، اللي هي نادي القوات المسلحه الموجود امام ال فوق مصطفى كامل اللي هو على الكورنيش، وكوبري طيب يعني يا سياده النائب عشان بس حضرتك قلت يعني اهم نقطه في الموضوع، السور اللي صوره انتشرت على فيسبوك بكثره وزعلت الناس الحقيقه وزعلتنا كلنا، وحسينا انه اسكندريه يعني الحقيقه يعني ذكرياتنا راحت بقى كده، ده لا يتعدى 500 متر السور ده يا فندم؟ لن يتعدى ال 500 متر او الكيلو بالكثير، وده اسفل كوبري، اسفل كوبري، وحضرتك انا بتكلم والساده المشاهدين سامعيني، انا تحت الكوبري امام البتاع ده. مش معنى ذلك ان انا بقر هذه المباني يا فندم كلها، انا ما بقرش، ما الانديه كلها بتاعت النقابات كلها يا فندم ما واخده على الكورنيش من سنوات طويله. انا ما بقرش ذلك، انا بقول طب الشيء بالشيء يذكر يا سياده النائب، هل ما زلنا بندي تراخيص لكافيهات ومحلات جديده تفتح كده على طول على البحر يا فندم؟ لا يا فندم، بتبقى الشواطئ يا فندم بتتباع في مزاد علن، او بتتباع بتؤجر للمواطنين. النهارده انا شايف امام، انا حضرتك بتكلميني وانا مباني قدام مني، عباره عن مباني، ده داخل نادي القوات المسلحه، نادي الشاطئ يا فندم، ده داخل نادي شاطئ القوات طيب المسلحه. رجعوا لي يا شباب معلش، ما حضرتك دلوقتي مش قدام التلفزيون، معلش يا فندم، الصوره اللي انتشرت قوي اللي هي فيها حيطه كده شكلها مخيف الحقيقه، وتدي لك ايحاء انها على وتدي لك ايحاء انها انا مش امام التلفزيون دلوقتي،
لكن الحته اللي حضرتك بتقولي عليها. بص يا فندم، بص يا سياده النائب، بس هقول لك، هو حيطه كده هي متصوره بالنهار، وحيطه كده يعني يعني تبدو ان هي يعني بطول الكورنيش، وقدامها سقالات يعني لسه الشغل شغال فيها. لا يا فندم، هو حضرتك بعد اذن حضرتك، هي حيطه يا فندم عباره عن حيطه معموله، انا بتمشى قدام منها اهو تحت الكوبري حضرتك، حيطه دي عباره عن تقريبا والله ما اسمعيش متر، هي الحيطه في حدود من 10 ل 20 متر، 200 كل جنب منه في النص فندم، ثلاث فتحات موجودين تقريبا بدان لدخول الكافيهات او بتاع. انا مش بقول لك انا ذلك، انا بقول هو خطا، ولكن مش زي ما هو متضخم يعني موجوده دي مباني داخل نادي القوات المسلحه. طيب. والخاص بالقوات المسلحه. طيب. وده طول عمره يا فندم اسمه نادي الشاطئ برشدي للقوات الضباط المسلحه. طيب يا فندم، في اسوار ثانيه شباب، انتوا قلتوا لي على منطقه ثانيه، قلتوا ايه معموره ولا قلتوا لي فين واحنا قاعدين في الميتنج؟ قلتوا لي في حته ثانيه فيها اسوار برضو. قلتوا لي عليها يا مهنا هادم. في يا فندم قلتوا لي فين يا شباب؟ قلتوا لي معموره ولا فين؟ يا فندم اللي سيادتك بتتحدثي عنها، انا بقول لحضرتك في بحري يا فندم، في بحري، قالوا لي على سور في بحري برضو، وبرضو مغطي مش مبين البحر يا خالص يا فندم. انا بقول لحضرتك، هم لما قالوا لي في مصطفى كامل، انا خدت عربيتي ونزلت وقلت لنفسي انا بكلم حضرتك، فانا بتمشى امام السور ده اسمه نادي هو نادي الشاطئ في رشدي القوات المسلحه. انا بتكلم يا فندم، ماشي حضرتك شرحت الجزء ده يا فندم، انا بتكلم يا سياده النائب، باقي الكورنيش عليه اسوار يا فندم، في مناطق ثانيه فيها اسوار. لا الاسوار العاديه اللي هي على الشط العادي اللي هي ارتفاع لن تتعدى المتر يا فندم، تمام؟ طب احنا بس يا سياده النائب، كل طلبنا انه حضراتكم حتى كده في البرلمان مع الساده في المحافظه، محافظه اسكندريه، رجاء بس يا فندم، كورنيش اسكندريه يعني كفاه ما حدث له عبر سنوات طويله، عايزين كورنيش اسكندريه بتاعنا يا فندم بتاع زمان. انا معاك يا فندم، اسكندريه مش عايزين كافيهات ومش عايزين مش عايزين الحاجات دي يا فندم. لا لابد ان ترجع تاني عروس البحر الابيض المتوسط، وانا شايف مع المحافظ السابق والحالي احنا كلنا هنسعى وبنسعى. انت عندك المحور المحموديه، اول محور يتعمل في تاريخ الاسكندريه هيربط كل محاور الاسكندريه، وصاحب الفضل فيه واكتشافه هو الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه اللي مر عليه سيادته بنفسه وامر بعمل مصطلح محور المحموديه، هذا هيبقى محور الاسكندريه كلها. وانا بقول لحضرتك انا مع ذلك انا غير موافق على هذه المباني كلها ان كانت لانديه او لخلاف انديه. انا مش بمعنى ان انا بقول طب يا فندم غير موافق، حضرتك نائب برلماني يا فندم، عندك ادوات رقابيه تعملوا ايه يا سياده النائب؟ هذا السور يا فندم، هذا السور انا لسه شايفه دلوقتي ساعه حضرتك المعد والمخرج كلمني، نزلت بنفسي انا بطلع من على الكوبري من فوق. طيب. الكوبري لم اشاهد سور امامي، وانما بقول لحضرتك هذا السور في داخل حرم نادي القوات المسلحه اللي هو بقاله اكثر من 50 60 سنه نادي القوات المسلحه ومصطفى كامل ورشدي. يعني مفيش حاجه جديده يا فندم، مفيش حاجه اليومين دول، مفيش اسوار اتبنت غطت او حاجه بترؤيه البحر. مبنى من السور مبنى جديد يا فندم. قولا واحدا مفيش اسوار جديده اتبنت. لا مش اسوار يا فندم، انا بقول لحضرتك هذه مبنى. امال ايه يا فندم في اعتقادك السيادة النائب، ايه الجدل الرهيب اللي على السوشيال ميديا من امبارح ده؟ والله يا فندم بص هقول لحضرتك يا فندم، انا بقول لك اللي عايز يكتب يكتب، ولكن انا بقول لحضرتك هذه مبنى وليس صور، وانما اللي بيجي بيصور المبنى من بره، المبنى من بره وبيجي يقول لحد صور، ودي يا فندم خاصه بالقوات المسلحه، محدش يقدر يخشها جوه غير اعضاء. بشكرك جزيل الشكر سياده النائب صلاح عيسى عضو البرلمان عن محافظه اسكندريه. هي دي نقطه بس مهمه جدا، انه اللي حصل امبارح ان الصور دي نزلت بكثره، واحنا والله العظيم حزننا، اللي يشوف الصور دي يحزن. كورنيش اسكندريه ده مكان حضاري، يعني لا نبالغ لما بنقول العالم كله اللي عارف مصر واللي عارف الميديترينيان، منطقه البحر الابيض المتوسط، مفيش حد ما يعرفش كورنيش اسكندريه. ده يعني قطعه من الجمال، قطعه من الجنه، حاجه طول عمرها جميله، غير بقى الذكريات والطفوله
يعني بقالنا سنين طويلة، كام سنة دلوقتي قاعدين كل شوية كل واحد عايز يفتح له كافيه عشان يبيع شيشة ويعمل وبتاع، غير التلوث غير بتاعه، وحاجة بالبحر وماشي. وكنا بنسأل بقالنا سنين طويلة قوي الناس دي بتاخد تراخيص ليه، وفين حرم البحر وفين الكورنيش بتاع الناس. فمش عايزين بقى يبقى فيه، يعني لازم نعرف قيمة الحاجة اللي عندنا. عندنا حاجات حلوة وموارد طبيعية جميلة لازم نعرفها. فالصور اللي انتشرت امبارح دي الحقيقة انها تخض اي حد. فدلوقتي والعهدة على النائب صلاح عيسى، الصور اللي موجودة دي هي صور لنادي موجودة بالفعل، عفوا معلش دور البرد بس بتمكن مني، هي صور بالفعل موجودة، هي صور بالفعل لنادي القوات المسلحة، وهي موجودة من عشرات السنين تقريبا، مفيش حاجة جديدة اتعملت، وان طولها لا يتجاوز من 500 متر الكيلو بحد اقصى. سألت واتأكدت منه تاني وتالت على الهوى هل في اي بنى جديد لاسوار جديدة على الكورنيش، بحسب برضو النائب صلاح عيسى مفيش اي اسوار جديدة اتبنت على كورنيش اسكندرية. امبارح برضه